هنريتا لاكس. هنريتا اتصابت بسرطان عنق الرحم وقامت باستئصال الورم سنه 1951، واكتشف الدكاتره المختصين بحالتها ان خلايا هنريتا قويه وسريعه التكاثر بشكل ملحوظ جدا، ومن هنا بداوا يعملوا دراسات على الخلايا الخاصه بيها وبداوا يستخدموها في البحث العلمي. ومن المعروف ان اي خلايا بيتم استئصالها من جسم الانسان بتفضل تتكاثر لشويه ايام قليله وبعد كده بتموت بشكل تلقائي، لكن اللي حصل مع خلايا هنريتا كان غريب جدا. اللي حصل هو العكس تماما، الدكاتره اكتشفوا ان خلايا هنريتا بتتجدد وبتتضاعف من كل 20 ل 24 ساعة. لحد دلوقتي في مليارات من خلايا جسم هنريتا في المعامل والمختبرات حوالين العالم، والباحثين بيستخدموها عشان خاطر يدرسوا انواع الخلايا السرطانية زي اللوكيميا ومرض باركنسون على سبيل المثال، وكمان استخدموا الخلايا بتاعتها في تطوير مرض شلل الاطفال وكمان العلاج الكيميائي وعقار السرطان المشهور تاموكسيفين. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبك الفيديو طالب منك حاجة بسيطة بس، شجعني بكومنت وقول لي عاش يا اخويا، وشكرا لكم، سلام.